السلام عليكم في توقيت خطير وفي جامعة دولية يكشف على المعمر الستار عن الكثير من الحقائق ويزيح علامات الاستفهام عن الكثير من التساؤلات في ندوة سياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت قال محافظ تعز علي المعمر إن التحالف العربي هو من يقف وراء عدم تحرير المحافظة المعمر قال إن تخوف التحالف من هيمنة الإصلاح على المحافظة حال دون تحريرها مع قدرته على إحداث هذا التحرير المحافظ أيضا كشف أن ميناء المخ المحرر لا يخضع لسلطة السلطة المحلية بالمحافظة بل إن المحافظة منع من قبل الإمارات من مجرد زيارة الميناء الذي يفترض أنه ضمن سيطرته كمسؤول أول للسلطة المحلية إذا يبدو أنه طفح الكيل وبلغ السيل الزبا لدى المحافظ ورغم أن اليمنيين كانوا ربما على علم بهذه المعلومات الا ان التصريح بها من قبل المحافظ يضفي دلالات كبيره منها ان لغه التفاهم والاقناع بينه وبين التحالف لم تؤدي الى نتيجه طيله السنتين الماضيتين اذن تعز على راس اولويات التحالف ام اننا يجب ان نقول عدم استقرار تعز هو من يتربع على هرم هذه الاولويات لكن السؤال الملح ما هو موقف الشرعيه من هذه الحسابات الضيقه هل ستتاجر بدماء المدنيين التي ترهق او تهرق كل يوم لحساب رضا الجيران؟ ام انها ستختار الشعب وليس غير الشعب؟ ما هو موقف التحالف والامارات تحديدا بعد ان كشف المحافظ تورطها في ابقاء المدينه بؤره صراع واستنزاف؟ واخيرا ما هي خيارات ابناء المدينه الان؟ أعزائنا المشاهدين هذه التساؤلات وغيرها سأناقشها الليلة مع ضيفي بالاستديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان أهلا بك دكتور أهلا وسهلا إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ بالنقاش لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير كل القادة المقربين من علي عبد الله صالح كانوا يقودوا ألوية تحيط بالمدينة ليس من مصلحة أحد أطراف التحالف حسم معركة التحرير في تعز لأسباب لها علاقة بالمخاوف السياسية بهذا التشخيص فتح محافظ تعز علي المعمري مكاشفاته التي جاءت من الجامعة الأمريكية في بيروت في ندوة يقول بعض المتابعين أنها وضعت النقاط على الحروف لم تخل الندوة من تشريح سياسي وعسكري واجتماعي لتعز وكيف أن ميليشيا الإنقلاب تركز على البقاء في المناطق ذات النشاط الاقتصادي العالي من أجل الضرائب مناطق المصانع التي تورد ضرائب بنحو 25 مليار ريال حد قوله اسئله كثيره اجاب عليها المحافظ الذي قدم استقالته وحديث لا يخلو من المكاشفه من بينها توجيه الاصابع نحو الامارات بشكل واضح وجلي فيما يتعلق بعرقلتها لتحرير المحافظه ورعايتها الخاصه لجماعات وظيفيه بعينها ميناء المخا كان حاضرا بشكل واضح وجلي كعنوان لمعركه التحرير، وخصوصا فيما يتعلق باعاده تشغيله كمجال حيوي بامكانه ان يحل اشكالات كثيره من بينها ازمه الموارد والنقل وكذلك تنشيط الحركه التجاريه، لكنه اشار الى ان الامارات لم تسلم ميناء المخا الى اللحظه لم يركز المعمري في الندوه على اي نقطه كما فعل مع ميناء المخا ومنها عدم اتاحه الفرصه له لزياره المديريه التي تقع ضمن نقاط المحافظه واشارته الى الاستهداف التاريخي للميناء من قبل نظام صالح وتحويله الى منطقه مهمله ومقفرة نحن كسلطه محليه نحاول قدر الامكان في هذا الظرف ان نحن نتابع موضوع قرحة وهو موضوع مرتبط بالحرب الشعور بالتسول تجاه الحكومة، وإعاقة البنك المركزي للاحتياجات التي تنتظرها مدينة تقاوم بالنيابة عن كل اليمنيين، وتأخر المرتبات رغم الاهتمام الكبير من رئيس الجمهورية حد قول المعمري إلا أن هنالك إعاقات مستمرة حتى في ظل القصف الشديد على المدينة. مراقبون يرون أن حديث المعمري لم يخلو من الإجابة عن أسئلة تحرير تعز، من بينها أسباب تأخر الحسم وتداخل أكثر من ورقة إقليمية ومحلية. وهي المكاشفه الاولى التي تحدث فيها المعمري الذي كان محدود التصريحات والحوارات اثناء توليه منصب محافظ المحافظه التي تقع في قلب الجمهوريه. اجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام كما اجدد الترحيب بضيفي هنا الاستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور تصريحات للمحافظ علي المعمري في الجامعه الامريكيه ببيروت، ما ابرز النقاط التي وردت؟ طبعا تعتبر ما صرح به المحافظ في غايه الخطوره بالنسبه للتصريح الرسمي، لكن نحن كنا نتحدث عما يحدث في تعز ولكن هذه المره هناك من اكد ما كنا نقول عليه وهو مسؤول رسمي وفي غايه الخطوره والاهميه واعتقد هذه الحلقه تعد او ما سيتم مناقشته ان شاء الله يعني في غايه الاهميه لهذه المدينه تضح ان هنالك استهداف وهناك من كان يتحدث عندما كنا نوجه الانتقاد للامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه كانوا يربطون بين ما كنا نحن قد تغيرنا في مواقفنا وبين الازمه في قطر والدول الحصار. نحن كنا نقول وهناك من يتهم اننا ننتمي الى حزب الاصلاح وهي شماعه. لان حزب الاصلاح ضحيه للمرور للاهداف حتى الاصلاح ما هو الا صيد او اضحيه للمرور لاهداف الامارات بالتالي نحن امام مدينه في نحن الان امام اخطر مخطط لمدينه تعز تستهدف فيه وبالتالي هذه المدينه لديها استعداد نفسي للالتحام عكس عدن استعداد نفسي لفك الارتباط وبالتالي هي بحاجة إلى تفكيك تدريجي عدن كانت بحاجة إلى تأثيث لوجود مجلس انتقالي ووجود نخب وأحزمة أمنية مدينة تعز بحاجة إلى استراتيجية أخرى لأنها عكس المراقب تماما لشمال الشمال في الحوثيين وللعدن عدن لديها استعداد فك ارتباط نزوع نفسي وسياسي ومزاج شعبي يسعى الى فك الارتباط، هنا مزاج شعبي يسعى الى ماذا؟ يسعى الى الالتحام، وهذا هنا الفارق، وبالتالي بحاجه الى عمليه تفكيك. اثنين هناك داخل يعني ليس فقط حصار المدينه، حصار المدينه تم في البدايه منذ تابعنا الحصار من الغاز والمياه الى اخره. هناك ايضا خطوره تمويل الحوثيين صالح عندما تبقي دول التحالف هيمنت الحوثيين وصالح على اماكن النشاط الاقتصادي وقبل الضرائب ما يقارب 60 مليون فهذه دولار. دولار عفوا 60 مليون دولار هذه موافقه على التمويل كما منحوا البنك المركزي في السابق للحوثيين صالح وكان نهبوا المال اسسوا الشركات اخذوا الاراضي الملف الاقتصادي مع الحوثيين اذا اي تحالف هذا هناك مؤامره على المدينه لو سمحت اكمل بس النقاط بعد ندخل في النقاش يعني نحن امام مدينه لديها استعداد نفسي للالتحام يتم الان تقويضه تدريجيا ولكن ما زالت محافظه على النزوع هذا النزوع للالتحام لدينا تاسيس قوات فوق وطنيه ذات ولا الامارات العربيه المتحده على شاكله الحزام الامني لتكون هي بعدين لا تتبع السلطات وهي ضمانا للامارات العربيه المتحده وسيتم تزويدها وهذا يتناقض تماما مع بناء جيش وطني ومع فك مع ومع ومع تحقيق الاهداف المعلنه أه تمويل الحوثيين صالح باموال وحصار مدينه تعز هذا مهم القضاء على ما تبقى من النخبه التجاريه للمدينه بحيث تموت الحياه الاقتصاديه استنزاف استنزافها بحيث انه يتم هذا الاستنزاف لانه ما فيش هناك دوره اقتصاديه ما فيش مرتبات هذا يخلق ماذا يخلق ركود المصانع تتوقف الناس تكمل مدخراتها يوصل الجماهير الى مرحله غير قادرين حتى على اخذ مواقف لان اصبحت الحياه في غاية الصعوبة أصبح الناس غير قادرين على المواصلة <applause> لم يوجد هناك مرتبات لم يوجد هناك تغذية وحياة اقتصادية منتهية هذه الخطورة أيضا هناك التقويض التدريجي للمقاومة بمعنى أنك الجماهير لن تستطيع أن تتناغم مع المطالب العنصر الخامس هو إيجاد الفراغ الأمني لأن ستلاحظ المحافظ تحدث أن ليس هنالك دعم للقطاع الأمني ماذا طيب. يعني ذلك؟ ما كنا قد تحدثنا عليه أنه يريدون من تعز أن تكون مكانا جامعا للدواعش كما هم سيطلقون عليه بالتالي أنا أضعف الجهاز الأمني حتى يتم بعد ذلك مواجهة المدينة. اولئك الذي المحافظ عندما فقط يعني هو اخطا في المقاربه عندما عندما ربط ان هناك 11 مديريه هي ذات الكثافه العاليه وذات الوعي، المساله لا تتعلق بالوعي، هم الان في اهم منابع شفط المال العام الضرائب وهذه الكثافه السكانيه لو دخلوا معها في مواجهه ليس صالحتهم لكن عندما يسيطرون وعندما تضعف المدينه سيتم التهجير والنزوح سيحصل عبء على السلطة الشيعية سيحدث سيكون هنالك نزوح وضرب لأن سيكون غير قادرين ولهذا ربما سنقسم حديثنا إلى إلى أولاً كشف هذا المخطط الخطير وأنا أوجه التحية للمحافظ على ولو أنه تأخر كثيراً تأخر كثيراً برأيك لماذا تأخر؟ تأخر يبدو لي لحسابات خاطئة لأنه لديه معطيات خطيرة هو الآن يتحمل مسؤولية أمامنا ولكن في الأخير التصريح أفضل في هذا التوقيت أفضل من لا شيء نحن أمام استهداف خطير نحن أمام دولة احتلال نحن أمام فصل عفواً فصل الساحل الغربي عن مدينه تعز وهذا الساحل الغربي الذي يمنع المحافظ من دخوله من دخوله يريدون ربطه في المناطق الجنوبيه للهيمنه على باب المندب ومنه ستحاصر مدينه تعز في التغذيه والحصار وسيتم الانقضاض على وسط المدينه وعلى المديريات ال 11 تحدث عنها ذات الكثافه الديمغرافية عندما تصبح غير قادره على الاستمرار نحن امام استراتيجيه واضحه هنالك ايقاف القوات عند خط التسعين، وتعبئه الجماهير في المناطق في ما يسمى جنوب ستان الذين يحلمون بفك الارتباط، والذين لا يستطيعون رؤيه ورؤيه مصالحهم الوطنيه والانسانيه والسياسيه حتى الان ما زالوا تحت يعني يحتفلون باكتوبر من اجل خروج الاستعمار ويستدعون استعمارا جديدا الامارات والمملكه العربيه السعوديه، نحن لا نطالب بخروجهم من عبث او لاننا مع قطر كما يقولون، نحن نتحدث من موقف وطني ونكررها، لا نستلم مالا من السلطه الشرعيه، لا نستلم مالا من قطر، لا نستلم مالا من السعوديه، ونحن مفصولين من الجامعه، بالتالي عندما نتحدث نتحدث من اجل هذا المواطن الذي درسنا في الجامعات على على حساب قوته، طيب ومن هنا اقول دعني نعم. هناك فراغ انا اتحدث عن عن خطوره مدينه تعز فراغ امني وهو ما تحدثنا على عندما يريدون نقل المعركة إلى مدينة تعز كمكان جامع لما يسمى بالدواعش حتى تستقر المناطق الجنوبية في هذه النقطة يعني أشير إلى الأرقام هو تحدث عن دعم ميزانية القطاع الأمني فيها لثلاثة أشهر بمليون وتسعمائة ألف ريال يمني فقط هذا هو, هو هذا هو خمسة آلاف دولار أنا نحن كنا هذا الفراغ الأمني هو أنا أخذته بعناية مركزة لأن كنت دائما أتحدث من هنا لأن أنا لدي مخطط المخطط هو صمم في الامارات العربيه المتحده الخبراء بريطانيين وامريكان اللي هما النموذج الكردستاني وكانوا يقولوا نموذج ليبيا ونحن نقول نموذج كردستان مع الاختلاف بمعنى لو سمعت انت يتحدث قبل يومين وزير رئيس الوزراء العراقي يقول لقد كان هناك خط دولي الاكراد بداوا بالخط الدولي من الحرب الخليج الاولى وهم ممنوع الطيران حتى يتم تدريب كردستان على اداره الحياه اليوميه وعلى بناء البشمرجه بالتالي هنا يتم بناء حزم امني نخبه حضرميه شبوانيه ايقاف المعارك عند التسعين وايهام ابناء أبناءنا في اليمن بالمناطق الجنوبيه انهم من حرروا وان ابناء في مارب هؤلاء عاجزون وانتم في تعز عاجزون طيب برايك في تعز, بس دعني, في تعز دعني اوجه التور. لهم رساله انهم تفضل. عاجزون وأن ابناء تعز غير قادرين على التحرير ابناء تعز وقفوا امام الامن المركزي بصدور عاريه حتى يؤخروا التقدم لعدن ابناء تعز ساهموا بثوره اكتوبر وسبتمبر ونوفمبر في ثورة أكتوبر عشرين ألف من أبناء الحجرية وتعز ذهبوا إلى عدن بالتالي الآن أنت عندما تفكر وتقول أن تعز من الذي تحدث المحافظ وقال لا يعطونا حتى في مار البلديه معلومات قبل تعز يعطوهم ذخيره يمنعوا عنهم التغذيه والمرتبات، يعطوهم مرتبه شهر منعوا عنهم الذخيره، في تعز الان عشر دبابات عتيقه مقابل 100 وانت امام حرس عائلي وامام المجمهوري. وامام اموال يعني مرتبات الذي يحيطون بتعز يحاصرون تعز ويستلموا مرتبات من مصانع تعز، بالتالي هذا من الذي يعيق عمليه التحرير؟ ابناء تعز ام هو قال التحالف. التحالف يعني هو قال المحافظ قال التحالف لكن هناك نقطه يعني تحدث على المعمري على ان يعني في التعليق على ابو العباس وكتاب ابو العباس ويتحدث على ان انه يستجيب ويسمع ويطيع الا فيما يرى انه يخالف الامارات لا يسمع ولا يطيع تصريح السيد المحافظ دبلوماسي وللحفاظ على شعره موية. الرجل لا علاقة له لا بالمحافظة ولا يستمع للسلطة الشرعية هو يستلم مرتباته ويتم إعداده كقوة فوق وطنية على شاكلة هو هاني بن بريك اثنين التوأم لمدينة تعز وسيحاصر مدينة تعز وسيكون هو الأقوى لماذا؟ سيتم استنزاف المقاومه والجيش الوطني، سيتم المواطنين لم يستطيعوا في لحظه ونحن سنقدم بعض بعض الرؤى في قبل نهايه الحلقه للخروج من هذا المازق، لكن سيكون هو القادر الوحيد من المقاومه على الاستمرار لانه لديه مرتبات، لديه ذخيره متواصله، لديه دعم خارجي، لديه م. يعني الساحل الغربي سيكون تبعه للخروج، سيكون عدد تابعه، سيجد دعم نحن امام يعني امام ضرب للسلطه الشرعيه نقطه اخيره قبل ما انهي تبعيه تعز للمنطقه الرابعه خطا استراتيجي سنستمر طيب دعنا نشرك معنا في هذا الحوار دكتور الاستاذ ماجد المسحجي المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيه الذي ينضم الينا من القاهره اهلا بك استاذ ماجد معنا اهلا اذا بدايه أحلام. نشكركم على يعني يعني اقامه هذه الفعاليه التي اسهمت في شفافية المحافظ إلى هذه الدرجة أنت كنت هناك أستاذ ماجد تحدث في ورقة أخرى لكن بخصوص ما قاله الأستاذ علي المعمري بخصوص هذه التصريحات لا. وهذه المكاشفة ما الذي أثار اهتمامك وما الذي وجدته فيها آه بداية هذه اللقاء كان جزء من أساسي من تركيزنا في المركز هو وضع التحديات في محافظة تعز في نقاش مفتوح يعني نحن بحاجة تحديدا تعز آه هي فعليا واحدة من أهم نقاط الاختناق في الوضع في اليمن الآن يعني أسئلة عديدة تطرح لماذا وضع المحافظة هذه عالق إذا صح الوصف لا يوجد لا حسم لا يوجد استقرار الأمني هناك سيلة متصلة بطبيعة الامتلاك بوضعها في علاقتها بالتحالف يعني آه وفرص ودائما هناك تخمين اذا صح الوصف مم. لكن لذلك كان ان يكون المحافظ وهو راس السلطه الاساسيه في المحافظه في موقع مكشفه كان بالنسبه لنا مهم لانه هذا يجعل الموضوع يحظى يعني يمكن عبره تسميه الاشياء لذلك انا بتقديري حديث المحافظ مهم يضع يسمي كثير من التفاصيل الغائبه ويضعها محل النقاش ويضعها محل مراجعه الاطراف السياسيه في الحكومه في التحالف يعني بالاخير نحن لسنا بصدد خلق معركه اذا صح التعبير عبر هذه التصريحات بقدر ما نفتح تحت سياق للتصحيح اعتمادا عليها يجب على كل الاطراف بما هي مسؤوله من ازمه تعز الحاليه ما هي عالقه تعز بهذا الشكل من النزيف المستمر بالمعنى الانساني والعسكري والسياسي اعتقد انه تصريحات المحافظ اضاءات نحن في المركز مهتمين جزء من الوظيفه الاساسيه لأي نعم. بحث او دراسه هو وضع السياق وضع اضاءه على السياقات السياسيه ما الذي لم يقل امام الشاشات المحافظ علي المعمري ويبدو انه قاله او يعني كان وراء تصريحات معينه قالها او حتى لم يعني يتسنى لنا نحن ان نراه. لا 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 يوجد ما لم يقل هو اماما يعني ما قاله علانيه هو هذا وانا اعتقد أن اللي قاله هو في الاساس غير مسبوق بالمجمل يعني مستوى هذه المكاشفة كان مطلوب وكان غير مسبوق أعتقد أنه لا يوجد شيء آخر مخفي أو الأقل إذا كان مخفي هذا لم يكن يريد وضع الطاولة للاعتبارات أخرى لكن بتقديري نحن في الأخير هو وضع أسئلة وضع وضع أشار لكثير من التحدي المتخصص خصوصا ما يتعلق بعلاقة المحافظة بالتحالف، ما يتعلق بالتعقيدات الموضوعة في الدعم الموفر للجيش الوطني في مسار التحرير الذي ما فيما يخص الدعم المالي للمحافظه كثير من هذه الاشياء يعني هي غير مسبوقه بتقديري يعني لطالما كنا نخمن في موضوع لماذا تعز علاقتها مربكه بالتحالف تحديدا بالامارات وبالتالي المخاوف المتصله بدور التجمع اليمني للاصلاح كما اشار المحافظ فيما يخص الامارات موضوع حتى عدم تيسير دخول المواقع الموضوع التمويل الذي سيترتب اذا استطاعت المحافظه ان تحصل على تمويلات من ميناء المخا في حال اعداده وتاهيله وضع المنطقه الصناعيه كل هذه اعتقد اشياء وما دون ذلك ما يعني ما لم يقال ما ليس الكثير اذا صح الوصف طيب الان بعد يعني هذه التصريحات وبعد اصرار رئيس الجمهوريه على المحافظ علي المعمري على ان يعود عن استقالته، برايك هل سيحدث ذلك اختراقا في موقف دول التحالف من تعز؟ هل هل يعني سيعود بشروط اقوى المحافظ الى الى المحافظه؟ هذا سؤال اعتقد يوضع على طاوله القياده السياسيه اليمنية على طاوله الرئيس هذه ومجلس الوزراء اليمني اعتقد انه اعتقد هذا المستوى من القشفي اعتقد يجب, يسترع يجب ان يسترعي انتباها يعني هو اشار الى المحافظ ايضا انه رئيس الجمهوريه ابدى اهتماما متواليا في موضوع التعزيز خصوصا فيما يتصل مثلا بالعرقله التي وجدها المحافظ من البنك المركزي من قياده البنك المركزي فيما يخص صرف المرتبات وقال بصراحه انه المحار الرئيس الاولي كان يبدي اهتمام من طوالي في اطار محاضرته لكن حتى الان نظن انه هذه الهزه التي احدثت هذه المتصفحات ستستدعي شكل من التفاعل السياسي، يعني يمكن ان تخرج تخرج هكذا مستويات من الحديث من باس السلطه المحليه في محافظه تعز يعني تخرج بدون ردود فعل اساسيه، اتوقع انه سيثير هذا نقاشا سيحرق اطرافا سيبدا يحرك المياه على على المستوى الراكده وسيسلط الانتباه العام. يعني نحن نحتاج اذا لم تحدث استجابه سياسيه سريعه الراي العام اليمني آه والتناول الاعلامي الجاد ممكن ان يضع هذه الافلام في مستوى التركيز ويضع اطراف المسار السياسي على راسهم السلطه الشرعيه في موضع المساءله. طيب يعني عندما نتحدث عن ان الرئيس يوجه دوما الحكومه ايضا عبر رئيس الوزراء قد توجه في في سياقات اخرى بصرف لكن ياتي محافظ البنك المركزي منصر القعيطي بلسان السيد المعمري ليمنع ذلك ما الذي يكون يعني وراء هذه الخطوة هذا يضع سؤال صحيح يضع سؤال مهم طبعا في مستويات غير م... في في اجابه سبقا وتواترت فيما يخص موضوع الرواتب هو يتعلق بانه ما فيش إراده يعني يجب ان يستحقق تتصل بمباراته أن يكون في إرادة من كل المحافظة الان بدا البنك المركزي في تعز يمارس نشاطه وبالتالي يحصل على ايرادات وبالتالي يغذي لكن ايضا هذا لا يكفي للتبرير لماذا هذا العقاب الغير معلن تجاه موضوع رواتب الموظفين في محافظه تعز الجدير بالاجابه على هذا السؤال هو المحافظ الجدير بان ان يضيء عليه بشكل عني وبشكل مباشر وبالتالي وضعه امام مساءله علنيه على الاقل من وسائل الاعلام على الاقل مثلا من قناه بلقيس ان تضعه في نقاش علني حول ما قاله المحافظ هذا هذا جزء مهم ممكن يضوي لنا على فهل. لا بالنسبه لتفسيرات الامر يتصل بتقديرات اقتصاديه ام بتقديرات سياسيه التي تحول دون منح الرواتب والسلم على المحافظ البنك المركزي عن الاستجابة لقرار رئيس الجمهورية لكن هو أيضا يشير إلى مستوى آخر يشير إلى أنه العلاقة بين رؤوس السلطة في القيادة الشرعية بين الحكومة بالرئيس الحكومة والرئيس أنها لا تمتلك القدرة على التناغم أو لا تمتلك السلطة الفعلية لإنفاذ قراراتها هذا مؤشر كمان خطير وسيء أعتقد أنه يجب أن تضع هذه الأسئلة على محافظة البنك المركزي لماذا وما الذي يجعله مخولا بهذه السلطه التي ترفض كل هذه التوجيهات نعم بكل تاكيد ستكون قناه بلقيس سباقه في طرح هذه الاسئله كما كانت متابعه لهذا الحدث الذي قمتم به شكرا لك استاذ ماجد المدحجي مدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيه من القاهره كنت معنا من هناك بالعوده اليك دكتور عبد الباقي اذا نقاط كثيره قبل ان نذهب للفاصل الى اي مدى ستؤثر هذه التصريحات على الواقع السياسي في تعز؟ اذا اذا اخذناها بجديه وخاصه ان ابناء تعز ياخذوها بجديه وبالتالي نحن اليوم امام استراتيجيه مختلفه وعلى ابناء تعز سنتحدث إحنا في نهايه الحلقه ما هي المخارج لان يبدو لي لن نطالب بعدم الاعتماد على دول التحالف وعلى ابناء تعز العوده الى التاريخ او الرسمال الوطني لابناء تعز الذين كانوا لديهم خبره في في الثورات الوطنيه وفي الاحداث الوطنيه وبالتالي لابد لابناء تعز ان تكون لهم استراتيجيه وطنيه لتحرير المدينه لان هناك مؤامره كبيره، رئيس الجمهوريه يتساءل يتساءل هل صرفوا وهو يعرف انه ليس هناك من سيصرف يعني يدرك ان اوامره لا تمشي لانه عين اشخاص لم يعودوا ذات ولا له جعل مدينه تعز تابع المنطقه الرابعه ورئيس الاركان السابق هي قطاع منفصل لماذا إذا كان هناك توجهات حقيقية أن لماذا يربطون تعز في المنطقة الرابعة التي هي تتآمر وتتبع الإمارات العربية المتحدة وبالتالي لا يتم تزويدها بالسلاح وبالمؤن آه بالتالي أعتقد نحن أمام تحول ونحن نوجه رسالتنا إلى أبناء تعز أنه ربما إذا استمرينا بالانتظار من دول التحالف نحن لسنا بحاجة إلى الطرابيد اللي جابوها أو الطوائف حق الكهرباء ومش عارف كهرباء لا نريدها ولا نريد من هؤلاء ان يساعدونا في التهدئه، نحن 120 ميجا تحدث عنها 120 ميجا 1000 ميجا لا نريدها. المحافظ كان بالاحرى به ان يدخلها بالقوه لانه هو المحافظ وهذه ارضك. فلماذا ينسحب ويقول لم تاتوا؟ لماذا تستاذن من اصله؟ لماذا تستاذن؟ من هو حتى تستاذن من هذه انت محافظ المدينه ادخلها بقوه السلاح ومت على ابواب المقايا اخي. فلتمت هناك ولتكن شهيدا لكن لا تنسحب. أنت محافظ المدينة كيف يمكن أن يقول لم يسمح لي وأعود أي أي كلام من هذا هل أنت من أبناء المدينة كيف يسمح كيف أعلى سلطة أنت ممثل رئيس الجمهورية كيف يمكن لك أن تمنع من دخول الميناء فلندخل بالقوة فليتقوا أبناء تعز في مسيرة إلى المخا ويدخلوا في, في, في مسيرة شديدة فليتصرفوا من من المديرات 11 عشر فليحرروا أرضهم من هذا الاستعمار الذي يريد أن يأخذ ميناء المخا وميناء عدن الذي يريدون فصل الساحل الغربي لأهداف مرتبطة بالأمريكان لحماية البحر ولحماية عملية الإرهابية الوهمية الذين ندعون لها أو الاستهداف الإصلاح مقابل السلفيين نحن أمام معركة وطنية على أبناء تعز نحن في التاريخ اليمني القديم التجار كانوا هم من يمولون الحركة الوطنية أنا كنت هنا قلت قبل حلقتين أو ثلاث أخشى أن نوصل إلى إيجاد يعني جبهه وطنيه تتجاوز دول التحالف تتجاوز السلطه الشرعيه نحو تحقيق الاهداف الوطنيه ابناء تعز اعتقد ولا ابالغ ولا اقول ربما نضطر الى الذهاب لت... لاخراج الامارات من المخا و ولاخراج ولي... الحوثيين من... من من جوانب من 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 المناطق الناشطه اقتصاديا لاننا امام مؤامره سيتم عزلنا في خط التسعين وسيتم عزلنا من الساحل الغربي وسيتم حصار المدينه التحدي عشرة وسيحاولون الانقضاض على الاصلاح وسيدخل المخلوع صالح جماعات المنتحين الدواعش وسنكون نحن المحرقه مقابل ان يعلن استقلال الجنوب والحوثيين وأقول لجنوبستان الذين يخططون مع الحوثي وصالح سيعود الحوثي تحت أهداف تحقيق الوحدة كما حدث في كردستان عندما أخذوا الطعم وأولئك الذين يفكرون تفكيرا ضيق وعاطفي ونفسي ولم يرتقوا بعد أولئك الذين ارتهنوا للإمارات والسعودية أولئك الذين يدوسون أعلام اليمن أعلام هو يمني وليس من الجنوب الجنوب العربي هو مصطلح من بريطانيا لفصل نحن يمنيين كيف لك أن تتجرأ أن تدوس العلم اليمني مهما كانت مواقفك السياسية لا توجد قضية جنوبية لا توجد قضية صعداء أكررها وسأكررها هنا قضية وطنية إذا جامعة طيب دكتور سنذهب الى فاصل قصير بعده مشاهدينا الكرام نستكمل هذا الحوار تفضلوا بالبقائمه أقول لك هربنا من تعزل حرب. أنا كنت بدحي خربته لبرباشه الحرب عشان بالحصاد قاموا دقرق رجعنا ورجعنا للبيت حقنا الحصاد قاموا خربنا وخربنا وخربنا نرجع ونرجع خربنا وخربنا نرجع ونرجع للحصاد في حرب بكم جديد مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني وكما اجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور عبد الباقي شمسان دكتور يعني الان السلطه الشرعيه بمثاتا بنائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه الاستاذ عبد العزيز جباري تواجدت في تعز هناك من تحدث على خطوات ايجابيه في سياق يعني تطبيع الحياه في المدينه لكن في سياق هذه المكاشفة التي يقولها مسؤول الأول في السلطة المحلية نرى أن العتب أكبر من أن يرضيه مثل هكذا تحركات قليلة وإن كانت موجودة ما هو المطلوب من الشرعية؟ الآن؟ يعني هو المطلوب يعمل لنا يقص لي شريط للجوازات وبنك المركزي هذه خطوات يقوم بها المحافظ يعني هناك عرض مقابل للحوثيين بأسلحتهم وبميليشياتهم ويحضرها الصماد في مناطق قريبه لتعز، اين دول التحالف؟ نحن لسنا بحاجه الى الى ان ياتي نائب رئيس الوزراء ليفتح لنا مكتب وليعيد البنك المركزي، هذه اشياء اوكي ممتازه في خطوات ايجابيه. لكن ما جدوى ان ان نفتح البنك المركزي والجوازات و مدينه تعز من الحوبان ومن المطار القديم محاصره واموالها تستنزف يعني للضرائب. وانتم تشاهدون وتقصف من سفتيل والمكان معروف اثنين نحن بحاجه الى مكاشفات يعني النائب رئيس الوزراء يعني حضر هو جميل يقال انه يعني هو هو جهد يشكر في في في, نحن لا نريد في ليس جهدا هذا واجبا جهدا هم مرتاحين يستلمون عايشين بالخارج دعنا نتحدث بوضوح يا اخي هؤلاء اصبحوا علينا نحن يعني يعني أصبحوا يشكلوا علينا ضغط وكلفة صحيح انه عاد وكي خطوة ممتازة لكن ماذا بعد يعني فتح لي جوازات وبنك مركزي مدينه محاصره من ثلاث سنوات مدينه يتم استنزاف اموالها في الحوبان وفي مصانع الشيباني ومصنع الصابون والصابون يتم انهاكها تدريجيا يتم ايجاد فيها فراغ امني ما الذي ما الذي اقدمه في مكتب مكتب ماذا اريد في المكتب يا اخي اعمل مكتب مع عمليه عسكريه تبقي مدينه ما طيب ما هو المطلوب الان المطلوب بعد هذه الخطوه المطلوب الان في وضوح كامل رئيس الجمهوريه يبدو انه فقد البوصله ويبدو انه اوامره لا تتجاوز حدوده نحن الان امام مرحله خطيره وتحدثنا قبيل استهداف تجمع علم الاصلاح في عدن ان الهدف ايجاد واقع يمني واقع يمني كلما تم استهداف عدن او تم الاستفراد بعدن كلما اقتربت معركه تعز معنى انه سيتم تصفيه المناطق الجنوبيه لن يكون في المناطق الجنوبيه اي جماعه تحمل او تدافع او تساند الشرعيه او او تقول بمخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث ستكون هناك القوى يعني احاديه وسيتم تنقيتها عنوه وباستخدام العنف والترهيب لايجاد ما يسمى بثنائيه جغرافيه شمال جنوب وهذا لا يتناسب مع مع مخرجات الحوار مثله تماما من الحوثيين الذين كانوا يريدوا ميناميدي ولا يعترفون بالحوار بالتالي انت هناك جماعه طرف من اطرافهم يقولون ابن الشيخ اطراف النزاع علي عبد الله صالح والحوثيين والشرعيه اللي هم رئيس الجمهوريه وعشره اشخاص حوله يعني وايضا هؤلاء أطراف النزاع اللي هو أضعف طرف فيهم رئيس الجمهورية بن دغر عشرة وزراء تقريبا ورئيس جمهورية معزول في الرياض مع عشرة أشخاص يعينون غثاء ويعينوا حاجة يعني متعبة جدا هؤلاء السلطة الشرعية قلنا يعني كلما أسرعوا أضعف طرف السلطة الشرعية أضعف طرف هي السلطة الشرعية لما أقول السلطة الشرعية نسي السلطة الشرعية حاجة هي عشرة أشخاص طيب كلما تم الاسراع المعركه تنتقل لتعز، تعز هذه الان المعمري كشف كنا نحن نتحدث الان الامور واضحه، هناك فصل الصحيح الغربي، ايجاد فراغ امني، ضرب ما يسمى بالدوره الاقتصاديه في البلد، ضرب على لانه النخبه كان بقايا النخبه التجاريه سيتم استنزافها، المواطنين استنزفوا مدخراتهم القطاع الصحي مدمر، سياتي مرحله لن يستطيعوا المقاومه ابناء تعز، لن يستطيعوا المقاومه عليهم ان يسترجعوا تجربه الزبيري والنعمان ويعيدوا الى تجربه مكافحه الامامه والاعتماد على الذات. اليمنيين في ثوره سبتمبر واكتوبر اعتمدوا على ذاتهم على قبائلهم واخرجوا الاستعمار البريطاني وقضوا على الامامه. بالتالي نحن الان اذا ابناء تعز انتظروا حتى دول التحالف تعطيهم خمس طقم خمس طقم مع تعز ثمانية مليون بشر بكل نخبها 40% من قواتنا في ماربلس. أين أبناء المدينة؟ نحن لا لا أعتب بالعكس مأرب تحمل المشروع الجمهوري أوكي موجودين هناك لماذا لا يتم إيجاد ما يوازيهم يعني أنت تشتت أبناء المدينة حامل آخر حامل آخر داخل المدينة حامل جمهوري هذا أنا قلت أنه هناك نزوع للالتحام وهناك نزوع للانفصال بالتالي هذه المدينة الآن يتم تدميرها بالتدريج إيجاد فراغ عملي تدمير أبناء عدم وجود قوات إيجاد لخم اسمه أبو العباس قوات هاني بن بريك هذا هذا اول ما يسيطر تضعف المدينه سيقوم باعدام الناس وسيقوم بالجلد في الشوارع وسيقوم بتصفيه الاصلاح المهمه بتاعه هذه قادمه والا ابو العباس ينتمي الى المدينه ما الذي يجبره لانتماء الامارات الامارات ما الذي تريده منها تريد ميناء المخا من عدن تريد ان ان تعيد ان تتحدث عن دواعش نحن لن نكون محرقه على ابناء تعز اقولها واقدم رسالتي بوضوح اذا انتظروا اكثر من ذلك لأن رئيس الجمهورية يقول أعطونا مرتبات المعلمين تدمير حياة التعليم منظومة صحية لا مرتبات جيش لا أوامر لا يعني رئيس الجمهورية كيف يعطي أوامر لا, لا تنفذ وأنت في الرياض رئيس حكومة هو شخص أي 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 سلطة شرعية سنأتي إلى مرحلة نحن سنكون شبه الصومال لانه ابناء تعز لن يقبلوا المشروع الحوثي وهم بدل الان بخطوات يعني المحافظه عن انشاء آه آه القوات الخاصه آه آه 3000 آه من يا القوات آه من الخاصه ما الذي استعمل امام قوات النخبه للمخلوع صالح وقوات النخبه للحوثيين التي تم تدريبها ما الذي ستقوم به امام 10 دبابات عتيقه لكن معنا فائض معنوي لكن هل نحن ننتظر للمدينه حتى تستهلك؟ هل هل رئيس الجمهوريه هو يعلم ان ان المنطقه الرابعه لا تعطي لا تمنح تعز الكم الكافي من السلاح والاشراف انا اقول لابناء المنطقه الجنوبيه الذين يتوهموا انا انا لا لا, لا استفزهم يتوهموا بان استهداف تعز هذه المدينه الوطنيه التي وقفت مع ثوره سبتمبر واكتوبر ونوفمبر والتي وقفوا بصدور عارية أنهم غير عاجزون كانوا يقولوا هكذا عن اللبنانيين كانوا يقولوا حمايم وأيادي ناعمة أبناء تعز الآن المدرسين يقودون معارك من المقاومة وعدن عدن من الذي قام بالثورة هناك ثوار هناك الرافة الحجرية قدمت دمائها هناك الشعر هذا مقاوم واعي يحمل شهادة جامعية لن يستسلم لكن أولئك الذين يعتقدون أن الإمارة ستحقق لهم الحلم هؤلاء سيجدون أنفسهم أمام معارك طاحنة وسيندمون على هذه المواقف تعز العمق الاستراتيجي لعدن تعز العمق الديموغرافي لعدن تعز بينها الوشائك وبالتالي نحن غير تعز غير عاجزه عن عن تحرير عن تحرير ارضها لكن هناك من يتامر عليها. وهو يفترض ان تعز ليست لحالها يعني الان انا هناك انا اطالب اطالب رئيس الجمهوريه هي قطاع منفصل قطاع منفصل لماذا يربطها بالمنطقه الرابعه من اجل تدميرها؟ لماذا رئيس الجمهوريه لا لا يعود الى منطقه تعز وهي المنطقة اللي عندها نزوع للالتحام ويستطيع أن يدير المعركة من أبناء تعز وأبناء تعز سيستقبلونه ويستطيع أن يدير لماذا التحالف هذا الوهم الذي يظل يغذي الحوثيين بستين مليون دولار ويجعلهم يقومون باستعراض مع الصماد في على حدودنا اي اي هل بعد هذا نقول ان دول التحالف جاءت من اجل جاءت من اجل مصالحها لضرب من عدن لتقسيم المحافظ تحدث عن ذلك قال ان لا مانع من احداث مصالح للامارات مثلا لكن يجب ان يكون هناك نحن ايضا مصالح لا نريد لليمنين. مصالح لم نعد نريد لا نريد هؤلاء في ارضنا هكذا بوضوح هؤلاء مكر دول المكر العربي، هؤلاء مكروا بنا نحن ثلاث سنوات شعبنا يموت وهم لماذا تؤجل المعارك ثلاث سنوات حتى يتم تأثيث الجنوب تكون جاهزه للانفصال، وحتى تعز هذه المدينه الملتحمه يتم ضرب، قتل، قوتها المعنويه واقتصادها وعزلها، حتى بعد ذلك يقول لك اطراف النزاع تسويه والبلد اصبح متشظي، يعني ثلاث سنوات جوع، فقر، كوليرا، قصف، عدم دفع مرتبات من اجل تخطط؟ مصالحك أنت وأنت ترفع لي شعار وتقول لي جوت من أجل استعادة السلطة الشرعية والسلطة الشرعية تحاول تمنعها من العودة تمنع المحافظ تمنع المرتبات ما أي أي كلام من هذا نحن لا نريد لا نريد مع هؤلاء الحلف لرئيس الجمهورية لو كان يمتلك ذرة نخوة وطنية فليدعو هذه لا نريدهم في أرضنا نحن كفيلون باستعادة أرضنا ومواجهة الحوثي ومواجهة الإمارات في في عدن والحراكيين لا توجد اسمها حراك جنوبي هؤلاء يمنيين وليس من حقهم فك الارتباط لان فك الارتباط يعني هناك ما يقارب 20 مليون في الشمال سيتضرر وبالتالي ليس من حقهم ان يحققوا بعض المطالب النفسيه على حساب بقيه المنطقه بالتالي لا توجد قضيه جنوبيه هناك قضيه يمنيه موجوده في كل الفضاء اليمني وبالتالي على اليمن على رئيس الجمهوريه ان يعتقد سيعيد لنفسه الاعتبار وسيعيد لنا الاعتبار اذا غادر الرياض الى تعز الى المهويت الى عدن ومهما كانت النتائج نحن كيف يمكن لنا ان ننظر وطننا يتقسم نحن نستهدف بتدريج يعني قد فراغ امني فصل الساحل الغربي محافظ يعود من المخا وانا اعاتبه كثيرا كيف يمكن لك ان تعود واقررها كيف تعود في ارضك وانت محافظ ما الذي على اليمنيين القيام به الان, الآن يعني امام إيه هذا امام هذه التصرفات من نحن يعني الآن التحالف امام هذا يعني العمل من الشرعيه مهما لو مهما كان لو اتكلمت الان بيقول لك هم يدفعوا مرتبات وهم اللي يعطونا السلاح و... اقولها بوضوح هم حتى منعوا ايجاد الموارد للبنك حتى يصبح نحن مرتبة من عندهم العلاج من عندهم ليش لماذا حتى الدوله ما تستطيعش تصرف حتى من مواردها ميناء المخا ليش موقفه حتى المحافظه ما تستطيعش تعتمد الا يروح للرياض يحصل من اللجنه الخاصه 5 مليون يعني هم لا يريدون لنا ان نقرر مصيرنا الحل الان نحن لا نريد الدول التحالف بكل وضوح مهما كانت النتائج نحن قادرون على إدارة بلدنا لكن إذا كان دول التحالف بهذا الشكل يعني هم الآن من يعني هناك مخطط واضح هذا مخطط خطير عندما انت تعطي اوامر بعدم دفع لتعز المرتبات عندما تقول للميناء عدن لا تدفع الفلوس في البنك المركزي عندما تقوم بتغذيه الرموز التي لديها مصالح بالمال من اجل ان تكون ذات ولا لك عندما تقوم في رئيس الجمهورية تقوض المحافظ هذا كله مؤامرات من دول الخليج نحن لا نخشى من احد ولتذهب الامارات والسعوديه الى الجحيم امام اليمن بالتالي نحن نضحي بوطننا ويتقسم ونحن وسلمنا رقابنا ووقفنا معهم ثلاث سنوات نحن في القنوات نتحدث عن التحالف العربي وعن الامن القومي العربي وياتون لتقسيمنا ولذل رموزنا السياسيه في الرياض وفي ومحافظ يعود من الارض وتستاذن ويجي سيعين محافظ في تعز وانتظروا وبعدين المحافظ اشار الى نقطه صوره مع التحيه لابو العباس اي كلام من هذا نحن امام بريمر ذكر ذكر قاده المحور ثم ذكر قاده الالويه ثم تخصيص أبو لا نحن عم. أمام برئمر يعني هناك حاكم يوازي برئمر على الطريقة الأمريكية وأقول لهم ستكون اليمن إذا, لا إذا إذا اليمن هذه إذا لم تعيد السعودية حساباتها والإمارات الهدف ليس اليمن الهدف هو المملكة العربية السعودية وأقولها بوضوح إيران لن تضحي بالحوثيين وستكون شوكة في حلقة السعودية إذا أعتقدوا هم يعالجون أن صالح صالح أحد أسباب ضعف الحركة الوطنية لأنه قسم الحركة الوطنية استهداف صالح هدف وطني نحو القضاء على الحوثيين وليس بقائه حيا أو ورقة توازن لا نريد صالح توازن هؤلاء من يقاتل يعني طاقم طبي للمخلوع صالح وأبناء الشعب اليمني في المطارات يموتون يا الملك سلمان عمل لي مركز الملك سلمان لإعطاء بعض المساعدات التي لا تصل يعني هل الشعب اليمني أو الذي فقدت عينها أو رجلها في تعز أو الذين قصفوا أقل أهمية من هذا القاتل اللص الذي نهب أرضنا كيف يمكن أن تقنع دول التحالف أنها معنا وهي تعالج المخلوع رممته في السابق والآن تبحث بطاقم طبي افتحوا مطر صنعاء إذن فقط للمخلوع صالح والحوثيين وتقابلون الحوثيين بعيدا عن الأعلام أي كلام من هذا مع دول التحالف مع دول التحالف لن تتعامل معنا بارتفاع كما قال المحافظ لا أرادوا معنا لا نريد هذا التحالف فليشاهموا معنا دفاعا عن أمنهم القوم وفق شروط مختلفة طيب الان في في سياق عدن حديث عن عدن وفي سياق الحديث عن الامارات رئيس الوزراء هل يعني ينسق بشكل واضح مع الامارات حديثه دائما يكون على ان على شكر دوله الامارات في كل كلمه على الرغم من كل ما نراه الان وعلى يعني حتى بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها او ما حدث في لحج هل تتوقع في لحج انه حدث اعتباطا في مجال جغرافي تحت الهيمنه وحتى اليوم لل... هذه... يعني عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء هذه اشارات من الامارات الذي يتجاوز التصريح انا ساذهب لفتح قص انا بعطيهم قطعه قماش وبعطيهم مقص السلطه هي قطعه قماش ومقص ولا سلطه حقيقيه؟ نحن سناخذ لهم قماش ويقطعوه في البيت هذا كلام هذه اشارات واضحه انه انت تاخذ كما اعادوا المحافظ من من الميناء هؤلاء يتحركون باوامر عليهم ان يواضحوا كما كان صريحا المحافظ على بندق ان يكون صريحا في علم الاجتماع يقال عندما احد يتحدث عن الديمقراطيه كثيرا يعني هناك غياب ديمقراطيه عندما تشكر الامارات كثيرا يعني انت لا تشكر اذا رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه لا شك انهم تصل هذه الكلمات لهم هذه التساؤلات تصل اليهم هذه المكاشفات ربما ايضا وصلت اليهم ولهم الرد اشكرك دكتور عبد الباقي شمسان استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء كنت معنا في حلقه اليوم، كما هو الشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات ولمن لهم الاسئله عليهم الاجوبه ايضا، شكرا لكم في أمان.